طالما أنت في العراق فلا تعجب من شيء ولا تستغرب من خبر، كل شيء ممكن هنا حتى لو تعلق الأمر بأسرار من صميم عمل الاستخبارات. هذه الديباجة صالحة لوصف ما أثير من ضجة مؤخرا حول تسريب أوامر رسمية بنقل عدد من الضباط في وكالة استخبارات الداخلية من دائرة إلى أخرى. الأمر الإداري المسرب حمل الرقم 40724 ميم 3 في 12 من أيار عام 2021، ويقضي بنقل 61 ضابطا ومنتسبا من وإلى الدوائر المؤشرة إزاء كل اسم منهم ضمن ملاك الوكالة التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، المكلف أيضا برئاسة لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. إذن من الواضح أن حيثيات التسريب لها علاقة بصراع ما داخل الوزارة، خصوصا أن التسريب يخص دائرة يرأسها أبو رغيف الذي يرتبط اسمه بالتحقيقات الخاصة بلجنة مكافحة الفساد. وكالة استخبارات الداخلية من جهتها قالت في بيان رسمي إن أمر النقل شأن داخلي جرى وفق الصلاحيات الإدارية والقانونية، وجاء من أجل الارتقاء بواقع العمل الاستخباري ورفع كفاءة العاملين في الوكالة وبما تنعكس آثاره على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب. نعم كل هذا صحيح، لكن السؤال هنا هو كيف تتسرب وثائق خطيرة كهذه، ومن هي الجهات التي وراء التسريب، وإلى متى نبقى نلاحق أشباحا يعبثون بسياقات الدولة ويكشفون أسرارها بهذه الطريقة؟ أسئلة ننتظر الإجابة عليها، فمن يجيب يا ترى؟